يوم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة ذات الرقاع، ونزل المسلمون شعبًا من الشعاب ليقضوا ليلتهم، فلما أناخوا رواحلهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يحرسنا الليلة؟ فقام عباد بن بشر وعمار بن ياسر وقد آخى بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالا: نحن يا رسول الله. خرجا إلى فم الشعب، فقال عباد لعمار: أتنام أول الليل أم آخرة؟ فقال عمار: بل أنام أوله. اضطجع عمار غير بعيد، وبقي عباد يحرس جند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرخى الليل سدوله، وغارت نجومه، هدأت العيون، وسكنت الجفون، ولم يبق إلا الحي القيوم. عندها تاقت نفس عباد للعبادة، واشتاق قلبه للقرآن، فقام يصلي ليجمع متعة الصلاة إلى متعة التلاوة، وطفق يقرأ سورة الكهف، يسبح مع آيات الله البينات، ويراه رجل من المشركين يصلي على فم الشعب، فعرف أنه حارس جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لئن ظفرت به لأظفرن بجيش رسول الله صلى الله وسلم على نبينا محمد. فوتر قوسه، وتناول سهما من كنانته، ورماه به فوضعه فيه، فانتزعه عباد من جسده ورمى به ومضى يتدفق في تلاوته، فرماه بالآخر فانتزعه ومضى يتدفق في تلاوته، فرماه بالثالث فانتزعه، وإذا الدماء تنزف منه، فزحف إلى عمار وأيقظه قائلا: لقد أثخنتني الجراح، عليك بثغر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولى المشرك هاربا، وأما عمار فنظر ويا للهول، أثخنته الجراح، فقال: رحمك الله، هل أيقظتني من عند أول سهم رماك به؟ فقال عباد: واسمعوا إلى ما يقول. قال: كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها حتى أفرغ منها، ويم الله لولا خوفي أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لكان قطع نفسي أحب إلي من قطعها. لا نامت أعين الجبناء، لا نامت أعين التنابلة والكسالى والبطالين. يا ابن الهدى، يا فتى القرآن، دعك من الأوهام، جلجل أمر الله أن أفقي. تلذذوا بمناجاة الله في الخلوات، فما عدلوا بذلك شيئا. عبر أحدهم عن تلك اللذة يوم قال: والله لولا قيام الليل بكلام الله ما أحببت البقاء في هذه الدنيا، ووالله إن أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، وإنه لتمر بالقلب ساعات يرقص القلب فيها طربا بذكر الله، حتى أقول: إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه إنه لفي نعيم عظيم. وعبر الآخر عن لذته بمناجاة الله بقوله: والله لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. فقال قائل: وما الذي أنتم فيه تتلذذون وبه تتلذذون؟ قال: لذة مناجاة الله في الخلوات.